هلا رح نبلش نرمي بعد ما تعرفنا على فوائد المشمش، رح نروح لمحطتنا الطبية الأولى لليوم. رح نحكي فيها عن الكسور عند الأطفال وخصوصا بالسن الصغير، وغالبا هاي الكسور بتكتر بالساعد، المرفق وأيضا الأصابع والساق، والعديد من هاي الكسور بيكون أسبابها الانزلاق او حتى وقوع الاطفال بسبب يعني اكيد اللعب لفترات طويله وغيرها من الاسباب، او حتى الحوادث احيانا. لنعرف انواع الكسور عند الاطفال كيفيه علاجها، معنا اليوم الدكتور جهاد الحاج ابراهيم، اختصاصي بمجال العظميه. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني نحن صيف وحركه ونشاط، فالاطفال يمكن صعب شوي انه نقدر نهديهم او نحبسهم بالبيت، ومع هيك عم يكون في كثير من انواع الكسور للاطفال، خلينا نتعرف عليها معك. الحقيقه فصل الصيف خاصه هلا نحن بتوتر على عنا على المستشفى ابن النفيس، بتوتر بشكل كبير كثير الكسور عند الاطفال، وهذا شيء طبيعي. يعني هلا انه الاطفال يتعرضوا للكسر هذا شيء طبيعي، طبعا نتيجه ردود، الرد بيكون شوي عنيف لحتى بتؤدي الى الكسر. هلا الكسور عند الاطفال اكثر شيء بالطرفين العلويين وخاصه بالمعصم بالساعد وبالمرفق، بشكل اقل بالترقوة والطرفين السفليين. هلا الكسور عند الاطفال هي عباره عن كسر نحسن نسميه كسر غصن نظير، هي كسر يعني احد الاطراف من العظمتين لا يمتد الى الطرف الاخر من العظمه، هذا عباره عن رض بسموه بالعاميه رض، هو نحن بنسميه كسر، كسر غير متبدل. نتيجه السقوط هذا بيؤدي الى الكسر، بسبب وزمه بالايد، بسبب الم، بسبب تحدد بالحركه. هي العلامات المبدئيه للكسر البسيط، طبعا ما بيسبب تشوه. هلا تكون عندي انا سقوط من ارتفاع عالي او حادث سير او باذيه كبيره، بصير عندي تشوه بالطرف، ان كان بالمعصم ان كان بالمرفق ان كان بالطرف السفلي، ويختلف شده الاذيه على تبدل الكسر على شده الاذيه. نعم يعني دكتور، بعد ما حكينا انه في عندنا يعني انواع من الكسور، كسور مثل ما قلت كبيره او اثارها كبيره على جسم الطفل، وكسور ممكن اللي بيعتبروها الناس رضة وبتتعالج، خلينا نحكي عن اختلاف هاي الأنواع وكيفية التعامل معه، وخصوصا مع الأهل الإسعافات الأولية إذا فينا نقول، لما الولد بيوقع أول ما يوقع شو لازم يساووا الأهل، كيف بيعرفوا أنه هذا كسر مو رض عادي، شو الإجراء اللي لازم يتخذ؟ تمام. هلأ نحن بنقول أنه كل كسر المفروض يكشف عليه عنده الطبيب، كل رض حقيقة الاهل غير قادرين على انهم يميزوا، بيميزوا اذا كان في عندي تشوه. هالتشوه هذا هن كل ما هنالك انه بثبتوا الطرف في اي شيء بالبيت، بثبتوا الطرف وبينقلوه على اقرب مستشفى. الكسر الكسور عند الاطفال الحقيقه هي المزعجه، هي اكثر شيء هي كسور مفصليه، وهذا لازم يرد الكسر بشكل 100% حتى ما يؤدي الى التشوه. مثل ما بنعرف انه نحن بيكون عند الاطفال في شيء اسمه خطوط نمو، خطوط المشاش هي اللي بتؤدي الى نمو الطفل، اصابه احد هالخطوط هي بيؤدي الى تشوه بالمستقبل، والحقيقه هذا ما بيشخصه غير الطبيب. هلا الطفل سقط على الارض، صار عنده وزمه، ما عنده تشوه، نقول انه صار عنده وزمه بسيطه ما عنده تشوه، من الافضل انه نحن نثبت له طرفه وناخذه على اقرب مستشفى، اقرب طبيب، يفضل طبيب جراح عظمية الحقيقة بيكون عنده خبرة، أو طبيب طب طوارئ بيكون عنده خبرة بالتعامل مع هيك أذيات ويقدر يشخص. هلأ الموضوع هو كمان في مركز يكون في أشعة، الصورة الشعاعية هي بتكشف الأذية. هلأ الكسر البسيط الحقيقة هو يحتاج إلى تثبيت بالجبس لمدة 15 يوم، لمدة 21 يوم ماكسيموم، بنفك الجبس وبعدين بنبلش الطفل يرجع لحياته العادية. هلا الكسور المتبدله نحن بنقول عنها، في كسور متبدله خاصه بالمفاصل اللي يجب التداخل الجراحي. هلا التداخل الجراحي لحتى نرجع هالقطعه لمكانها، لانه بالمستقبل بسبب تشوه. في كسور بالاطراف بعيده مثلا الفخذ او الساق، نحن بنقبل بتشوه، كثير من الاحيان نحن بنعاني من الموضوع هذا. العظم ممكن انه يكون نحن العظم المهم انه يتقارب على بعضه، تقارب حتى 50% حتى 70 حتى عباره عن 40% 30% مقبول نحن بالنسبه لنا كجراحين عظميه.
الاهل بيطلعوا بشوفوا الصوره انه ما لها منيحه، والكسر لساته ما رجع. طبعا هلا انه يرجع الكسر 100% هذا شيء صعب الا بالتداخل الجراحي، وعند الاطفال نحن الحقيقه في حذر كبير من التداخل الجراحي. باوروبا حطوا محاذير للتداخل الجراحي والاستجدال ووضع معدن داخل الجسم وحطوا له حدود معينه، ونحن هلا الحقيقه هون كمان عم نحاول انه نحن على نمشي على الطريق هي. حطينا حدود نحن التداخلات الجراحيه، امتى بيتم التداخل الجراحي، باي سن، طبيعه الكسر، شو لازم نعمل، وامتى المفروض نحن تنقام مواد الاستجدال، امتى المفروض يعمل اعاده تاهيل. بعد ما عمل الطفل حط جبصين، بفك الجبصين، الايد بتكون يبسانه، الرجل بتكون يبسانه، الطفل بفك ما عم يعرف يمشي، هذا طبيعي، لسه الكمبيوتر نسي يعطي الاوامر من اول جديد، كيف الطفل بده ينقل ينقل قدمه من خطوه خطوه. فبعد اعاده تاهيل نحن بنسميه اعاده برمجه لحتى الطفل يقدر يمشي. اذا الكسور المتبدله هي كسور بتبين عنا نحن المفروض نحن نثبته وناخذه على المستشفى. كسور الردود البسيطه كمان يجب ان ناخذها على المستشفى، لا نستهين انه حتى لو كان رد بسيط المفروض انه نحن ناخذه على المستشفى. كسور السطوح المفصليه بالمرفق، بعنق الفخذ، بالركبه، بعنق القدم، يجب ان يرجع المفصل لمكانه والا بيؤدي الى تشوه واعاقه عند الطفل بالمستقبل. دكتور، يمكن عم نحكي او بدنا نحكي باللغه المحكيه في شيء اسمه الشعر، تمام؟ هو نفسه الرد او في له درجات مختلفه؟ ويا ترى حاله الاهمال اللي ممكن تصير، الولد وقع كان عنده حاله معينه ولكن ما نكسه، ممكن تؤدي لكسر نتيجه خطا معين، يصير حركه زياده او تصرف معين؟ هلا نحن في الجراحه العظميه ما عندنا اسمه شيء شعر واسمه كسر، كسر متبدل وكسر غير متبدل. يعني هو الكسر مصطلح بين الناس، نعم الشعر. مصطلح بيننا انه شعر هو كسر ولكن ما هو متبدل، وهالكسر هذا علاجه عن جبس لفتره زمنيه بالحيم. هلا بيجينا اطفال نحن احيانا بعد 3 اسابيع ايدهم في عندهم وزمه بسيطه، من صوره بيكون في عنده كسر وشافي ومكلس. الاهل ما لهم منتبهين، الطفل ما كثير عنده عتبه الالم عنده، يعني ما انتبهوا الاهل. نعمل له صوره بيكون عنده كسر وشفيان. هلا المفروض نحن كل رب عند طفل ولقينا في وزمه وتحدد بالحركه والم مكان الاصابه انه نحن نتوجه للمستشفى. انا بطلب من الاهل توجه للمستشفى، مستشفيات موجوده بكل مناطق بالبلد. صحيح. فالافضل انه يتصرفوا هذا التصرف، لانه احيانا بيكون عندنا مثل ما قلت قبل شوي انه الكسور بالمفاصل ممكن تسبب عاهات اذا ما تعالجت. نعم دكتور، في بعض الاصابات يمكن بتتكرر عند الاطفال وحتى عند يعني البعض الكبار، اللي هي الاصابات خلينا نقول اساس المنزل. عاده وقت بنشوف انه اصابع الرجل انطرقوا بالكرسي، انطرقوا بالكنبايه، انطرق بالباب، بتورم بيقولوا انخلع، وبيروح مثلا يكون العلاج ان هو بيلف الاصبع او هيك شيء. هل هذا ايضا من انواع الكسور وتاثير هذا الشيء على حركه المفاصل، خلينا نقول اصابع الرجلين فيما بعد؟ الحقيقه شكرا لسؤالك لانه هذا عم نعاني منه كل يوم. الكل الوسي. الكل صغار وكبار نحن بنسميه وسي او فكشه بسموه وسي. الوسي هو عباره عن ازيه اربطه، الرباط هو الذي يصل بين العظمتين. هلا كل ازيه اربطه يجب ان ناخذها بعين الاعتبار بشكل كبير. حتى العظم بينخلع بيقولوا يعني. بعض الاحيان بيخرج العظم عن مكانه بسبب خلع، وهذا الحقيقه بده رد، واذا كان خلع صعب بده رد بالمستشفى. فنحن الازيات الاربطه يجب علاجها بشكل جيد ويجب علاجها وتثبيتها. نحن مباشره اي ازيه رضيه بسيطه لازم نحن نحط لها عليها مي بارده او ثلج. هذا يعني اقصى شيء نحن بنحسن نقدمه للمريض، اقل شيء انه نحن نحط له ثلج، نحط له مي بارده. المي البارده والثلج بخفف الوزمه، بخفف الالم، اسعاف اولي، وبخفف النزف تحت الجلد للمفصل. هلا هذا المفصل انا بفضل انه يتراقب عن طبيب. اكثر شيء الاصابات بالبيت بنلاقيها اصبع المشطل القدم الخامس او بعنق القدم او الباهم نتيجه الردود. ما في حدا فينا ما اكل هي الطرقه بيوم من الايام يعني. وفي على فكره بيكون في كثير من الاحيان عندنا فيها كسور هاي الازيات.
انا بفضل التوجه للمستشفى، تنرد تتثبت بشكل جيد، بياخذ حقه المريض افضل. موجود الاصابات يوميه بشكل متواتر كبير، وهذا علاجه بسيط اذا قدرنا بس نحن نعطي شويه انتباه على الموضوع، النتيجه بتكون جيده ان شاء الله. دكتورة رح نبقى بعالم الصحة العظمية ونحكي عن نقص الفيتامين دي دال عند الأطفال، وشو تأثيره على العظام بشكل عام أو على كسرة؟ الحقيقة نقص الفيتامين دال نحن بنسميه الخرع عند الأطفال. الفيتامين دال هو موجود بتحرر من جسم الإنسان أو جسم الطفل، هذا إذا تعرض الطفل لأشعة الشمس موجود الحقيقة بالأدمة تحت الجلد. من تعرض الطفل لأشعة الشمس تتحرر المركبات هي وتروح على الجسم، تأخذ قسم من الكلية ومن الكبد وبتساعد على تركيب الكلس وتثبيت الكلس. هلأ الأطفال اللي عندهم كساح هن الأطفال ما بتعرضوا لأشعة الشمس وما بياخذوا حليب، هذول موضوعين كتير مهمين. خلينا نبعد عن الأمراض، في عالم عندهم امراض، عندهم عسرات تصنع، استجينيز امبرفكتا، هالامور هي. نحن عم نحكي على الطفل اللي ما له متعرض للشمس وعنده نقص فيتامين د. نقص فيتامين د يعتمد بالاساس على الشمس. نتيجه الحقيقه الاحداث اللي شفناها نحن صارت العالم تسكن في بيوت كل 4 5 عيال ببيت وما تطلع العالم كثير للطريق، فكنا عم نشوف نحن الفتره الطفل الماضيه كثير عندي انا مشاكل نقص الفيتامين د، وحتى عن السيدات يعني يجينا نحن سيدات عندهم نقص الفيتامين د، اعمار متقدمه. نعم صارت تيجي المريضه تقول لي عملت انا فيتامين د طلع عندي 10 طلع عندي 8. الحقيقه هو الاساسي هو التركيب الفيتامين د هو الشمس، نعرض نحن المريض او الطفل للشمس فتره صباحيه بين 7 و9، نص ساعه بيكون الطفل لابس شورت بتعرضوا ايديه ورجلتين للشمس بدون الراس، مو شرط يعني. مع فتره زمنيه خلال خلينا نكسب فتره الشتاء الصيف كلياتها. هلا نقص الفيتامين د اكثر شيء بسبب لنا نحن تقوس بالساقين بالطرفين السفليين، بنلاقي الطفل عنده كساح نحن بنسميه كساح اللي هو التقوس. بصح التقوس هذا اذا اعطيناه نحن فيتامين د، نعطيه نحن معايير معينه للطفل حسب العمر وحسب الوزن وبتحسن غالبيه الاطفال بتتحسن. هلا في شيء اسمه وراثي، يعني في عالم عندها وراثي اهلها عندهم تقوس او مشاكل، فهذا الشيء لا يمكن اصلاحه بالفيتامين د، لازم ندور نحن على السبب الاخر. ممكن يكون عندي انا ازيات بالمشاش بخطوط النمو مثل ما قمنا بشوي. نقص الفيتامين د الحقيقه بيسبب كمان تاخر ببزوغ الاسنان. هلا عند بزوغ الاسنان بصير المريض الطفل الجسم بصير يروح ياخذ الكلس من العظم ويبرد قلبه، ما عاد بده يروح ياخذه من العظم، ما شرط يتعب حاله ويروح يدور بقى بالجسم يعمل مصادر اخرى. فلذلك نحن هالفتره هي نحن لازم نغذي الاطفال بالفيتامين د، وساعتها نحن هذا الطفل خلال الفتره نحن لا يمكن التحسن خلال شهر. يعني بيجي لعنا الطفل والله انا اعطيته ابره لابني ولهلا ما تحسن، بده فتره. يعني بدنا نحكي نحن ب3 شهور ل6 شهور لسنه التشول حتى يبلش يتحسن. نقص الفيتامين د بسبب سهوله الكسر، يعني باي رض بسيط عند الطفل ممكن يؤدي الى كسر، وهذا طبعا بيتعالج طبعا بتعويض الطفل بالحليب. الحليب رقم واحد، حليب ومشتقاته، اللبن، البيض، اللبنه، الجبنة، هذا مشتقاته. وإذا كنا نحن ما عم نعرض أطفالنا لفيتامين د بنعطيهم فيتامين د. نعم كمان دكتور خلينا نحكي يعني اليوم نقص فيتامين د هو كتير بيأثر مو بس على الأطفال، على أعمار مختلفة في فترة علاج مثل ما حكيت من 3 شهور ممكن أكثر، ولكن نحكي عن تقوية العظم وخصوصا بالفترة الطفل، يعني قد ايه لعب الأطفال مهم، قد ايه تمارين مهمة لبناء الجسم. بعض الاشخاص بيفقدوا الليونه، بيفقدوا بسبب انه هن صغار ما كانوا مثلا حركه او نشاط مثل ما بيقولوا، تخاف الام زياده عليه تمنعه من الحركه، قد ايه هذا الشيء ممكن ياثر كمان على بناء الجسم. هلا الحقيقه نحن بيجينا احيانا اطفال بتقول لي والدته دكتور من عم يوقع عم ينكسر، الطفل عم يتعرض لسقوط.
ممكن اي طفل يتعرض لسقوط ينكسر بزاويه معينه بجهه معين بارتفاع معين ممكن يؤدي لكسر. يكون عندي ابني عنده نقص فيتامين د، عنده نقص كلس. هلا شيء جيد انه نحن الاهل يسالوا. الطفل ممكن ينكسر اول مره وثاني مره وثالث مره وهذا طبيعي. الكتله العضليه الموجوده حول العظم هي الحقيقه بتساعد على تقويه العظم بشكل ممتاز. هذا موضوع كثير مهم. الكتله العضليه الموجوده حول العظم هذا بيساعد كثير على تقويه العظم. لذلك نحن بننصح المرضى بالمشي، بالرياضه، بالجري، باللعب، حتى الطفل يصير عنده كتله عضليه جيده. الكتله العضليه هي بتدعم كتله العظم. انا في عندي منحنى في عندنا مبدا بيقول كتله عضليه قويه عندي مفصل قوي، كتله عضليه ضعيفه عندي مفصل قوي. لذلك ازيات المفاصل المريض بحط له جبسين بصير عنده ضمور عضلي. ضعف العضلي بس ليقوم المريض بصير عنده الم مفاصل. الحقيقه هي نتيجه طبيعي انه الجسم عادي وزنه 50-50، كنا بالاول نحن في عندنا كتله عضليه عم تحمل، هلا ما في كتله عضليه صار في عنده الم بمفصل الركبه، بمفصل عنق القدم، بالم اسفل الظهر. فالكتله العضليه هي اساسيه لحتى تدعم الجهاز الحركي والجهاز العظمي. نعم دكتور، خلينا نحكي عن موضوع الكسرات او الكسر المتكرر لنفس المنطقه اليوم، يعني اطفال دائما ممكن ضلوا بيوقعوا على نفس الايد بنفس المكان، قديش هذا الشيء يمكن بيسبب يقول ضرر يمكن للعظم، وقديش نفس العظم اللي تعرض لكسر بيكون مؤهل مره ثانيه اكثر من باقي الاماكن لينكسر. هلا الطفل انكسر واحد الشهر 21 شهر فكينا جبصين كلس العظم. هلا من 21 ل 21 بعده اسمه فتره تقويه العظم. هلا اذا الطفل تعرض لسقوط مره ثانيه ممكن يكسر لانه العظم لساته هش، يعني ممكن يخضع يمكن يوع مره ثانيه خلال فتره قريبه بالسقوط، باليه السقوط وبعرض شديد ممكن يؤدي الى كسر. مو لانه الطفل عنده مشكله، لا. هلا نحن قلنا نبعد عن الاليه الامراضيه، في عنا امراض اللي عنا. الطفل بعد فتره بعد 3 شهور مكان الكسر بيقوى، يعني بصير عندي العظم اقوى. هلا تكرار الكسر عند المريض عند الطفل هو نحن بنقول انه نتيجه السقوط اللي الطفل ادى له والجهد الكبير اللي ادى الى الكسر هذا. مثل ما تفضلتي نحن الحقيقه بنعاني من هذا الموضوع كثير. كثير من الاهل بيجي بيقولوا لنا انه نحن ابني يعني عم يوقع على نفس الايد انكسر صار 3 مرات. هلا هو كل ما هنالك انه الطفل عنده السقوط بتستلقى ايده. يعني هذا اول خط دفاع يعني تماما، فخط الدفاع هذا بده ياكل اصابه بالمعصم فعم يصير عنده كسر. تكرر الكسر بالمعصم بالساعد عند الطفل مو معناته انه عنده مشكله، لا، لكن نتيجه يعني حظ سيء انه عم يتكرر السقوط على نفس الايد. كمان بالساق نفس المبدا، ممكن يتعرض الطفل لسقوط قبل ما يتأول كلس بالعظم، ممكن يتعرض لسقوط تسبب هالشيء هذا كمان. يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يحمي اولادنا ويحمي اولاد الكل يا رب، ان شاء الله ما حدا بيصيبه أزم. نتمنى يكون اليوم المعلومات اللي قدمناها للناس مفيده. شكرا لك دكتور وشكرا لوجودك معنا. شكرا لحضرتك. دكتور جهاد الحاج ابراهيم اختصاصي في مجال العظميه، شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لحضرتك.